السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 8 من سلسلة تمارين دالة اللوغاريتم النبيري. إذا التمرين رقم 8 يقول حل في R المعادلة الألان كاري ديال X ناقص 1 ناقص 3 الألان ديال 1 على X ناقص 1 زائد 2 تساوي 0. أول خطوة هي تحديد مجموعة التعريف. إذا دي تساوي X تنتمي إلى R بحيث إذا هنا غادي ندير الشروط. إذا دائما ما بداخل الآلين خصو يكون موجب قطعا، إذا x ناقص 1 أكبر قطعا من الصفر، كذلك 1 و 1 على x ناقص 1 أكبر قطعا من الصفر، وهنا عندي مقام، عندنا المقام يخالف الصفر، إذا x ناقص 1 تخالف الصفر. طبيعة حال هاد الشروط إلا لاحظنا مزيان غنلقى راه نفس الشرط تقريبا، إكس ناقص واحد أكبر من صفر راه المقلوب، ملي يكون عندنا واحد العدد موجب فالمقلوب ديالو حتى هو كذلك موجب وكذلك يخالف الصفر. إذا إكس كتنتمي ل R، إكس ناقص واحد أكبر من الصفر، أي دونك عندنا مترجحة، إذا إكس كتنتمي ل R، x ناقص 1 اكبر من الصفر، اذا كندي ناقص 1 للطرف الثاني كيرجع x اكبر من 1. اذا يمكن لي نعبر على مجموعه التعريف بمجال، اذا x اكبر من 1 يعني المجال 1 زائد لا نهايه. اذا دابا لكل x من d لدينا، اذا نحاولوا ناخذ المعادله ديالنا، اذا نحاولوا نبسطوا شي شويه هذه المعادله هذه. اذا حنا عندنا ناقص 3 الالين 1 على اكس ناقص 1، عندنا واحد العلاقه كتقول لنا الا كان عندك الالين ديال 1 على ا راه هي ناقص الالين ديال ا، هي الالين ديال 1 ناقص الالين ديال ا والالين ديال 1 صفر، اذا هي ناقص الالين ديال ا. اذا غادي نعوضوا ناقص الالين ديال 1 على اكس بالالين ديال إكس، إذا المعادلة تكافئ الألين كاري إكس ناقص واحد. إذا قلنا ناقص ثلاثة الألين واحد على إكس ناقص واحد هي ناقص الألين ديال، إذا هي ناقص الألين ديال واحد على إكس ناقص واحد، ناقص مع ناقص ترجع زائد، إذا هي زائد ثلاثة الألين ديال إكس ناقص واحد زائد اثنان تساوي صفر. إذا هنا ممكن ندير تغيير المتغير، إذا نضع t تساوي الألين ديال x ناقص واحد، إحنا عندنا الألين كاري، إذا خصني نميز ما بين الألين كاري ديال x والألين ديال x أو كاري، إذا الألين كاري ديال x كتعني بأن الألين x مضروبة في الألين x، يعني هي الألين ديال x الكل أو كاري. إذا المعادلة تصبح على هذا الشكل، إذا هي t مربع زائد 3 t زائد 2 تساوي صفر. إذا معادلة من الدرجة الثانية، إذا كندير دلتا، إذا هي 3 أو كاري اللي هي 9 ناقص 4 في 2 أي 9 ناقص 8 أي دلتا تساوي 1. إذا المعادلة لها حلان، إذن هما إما ناقص 3 يعني ناقص ب زائد جذر دلتا اللي هو 1 على 2 أو ت تساوي ناقص 3 ناقص 1 على 2. إذن ناقص 3 زائد 1 هي ناقص 2، ناقص 2 على 2 هي ناقص 1، يعني أن ت تساوي ناقص 1، أو ت تساوي 3 ناقص 1 هي 2، 2 على 2 هي 1. إذا قلنا بأن t تساوي ماذا؟ تساوي ناقص 3 ناقص 1 على 2، هنا كاين واحد الخطأ، إذا ناقص 3 ناقص 1 راه هي ناقص 4، ناقص 4 على 2 هي ناقص 2، أو t تساوي ناقص 3 زائد 1 على 2، ناقص 3 زائد 1 هي ناقص 2، ناقص 2 على 2 هي ناقص 1. إذا لقينا حلان ناقص 2 وناقص 1، وبالتالي فحل المعادلة
إذا لقينا تي كتساوي لنا ناقص جوج أو تي كتساوي لنا ناقص واحد. إذا حنا عندنا تي كتساوي الالين ديال إكس ناقص واحد. إذا الالين ديال إكس ناقص واحد تساوي ناقص جوج أو الالين، لأن حنا كنقلبو على إكس ماشي على تي، إذا المتغير هو إكس. إذا إكس ناقص واحد تساوي ناقص واحد. ناقص جوج راه هي الالين ديال، حنا كنعرفو بأن الالين ديال الإكسبونونسيال إكس هو إكس. إذا المعادلة تكافئ الالين ديال إكس ناقص واحد الالين ديال أش ديال أو أس ناقص جوج، و أو أس ناقص جوج راه هي واحد على أو أس جوج. إذا يمكن لي نكتب الالين ديال واحد على أو أس جوج، أو الالين ديال إكس ناقص واحد بنفس الطريقة الالين ديال أو أس ناقص واحد، و أو أس ناقص واحد هي واحد على أو أس واحد اللي هي أو. وبالتالي يمكن لي نكتب هنا الالين ديال واحد على أو. إذا ما بداخل الالين إكس ناقص واحد كيساوي لنا ما بداخل الالين واحد على أو كاري، يعني أن إكس كندي ناقص واحد للطرف الثاني كيرجع واحد زائد واحد على أو كاري، أو إكس ناقص واحد كتساوي لنا واحد على أو. إذا إكس كتساوي لنا واحد على أو زائد واحد. إذا لقينا حلين، طبيعة الحال حنا خصني دائما نشوف هاد الحلين واش كينتميو المجموعات التعريف، يعني الواحد زائد لا نهاية. إذا بجوجهم راهم كينتميو، لأن واحد زائد واحد على أو كاري راه أكبر من واحد، وكذلك واحد على أو زائد واحد راه أكبر من واحد، وبالتالي حل المعادلة أو إس تساوي، إذا المعادلة لها حلان واحد على واحد زائد أو، واحد زائد واحد على أو كاري.